السلام عليكم ومرحبا بالجميع، أنا مويي. اليوم يجتمع معا الشباب العربي والصيني لمناقشة ظاهرة تغير المناخ والتي أصبحت قضية ملحة في عصرنا. وعن تغير المناخ والتنمية الخضراء، ماذا يقول الشباب العرب والصينيون؟ لنستمع إليهم. التغير المناخي يمثل عائق ومشكلة كبيرة جدا على المستوى العالمي، مثلا ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة، الفيضانات، الجفاف، الحرائق. في هذه الأيام قد وصلت درجة الحرارة في بكين إلى مستوى غير مسبوق. اليوم احنا في شبابنا في الدول العربية وخاصة اليوم عندنا بالعراق، عندنا متوجهين جدا النظر على مشكلة المياه، نظرا لآثاره السلبية على الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، ولا سيما على الدول الفقيرة، الدول النامية التي لا تمتلك القدرات المالية والتقنية لمعالجة التغير المناخي. أركز بشكل خاص على تطور تكنولوجيا حول الطاقة المتجددة. أرى أن الطاقة المتجددة ستقدم لنا حلولا جيدا لمكافحة التغير المناخي. كنت أبحث مع زملائي المتفوقين عن شركة أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في العالم، والآن هي تركز انتباهها على التنمية الخضراء وانتقال قطاع الطاقة. في فلسطين مثلا نحاول كثيرا في موضوع إعادة التدوير، ونحاول أيضا في موضوع التخلص من المواد العضوية متمثلة في نظام الكومبوست والتحلل. هناك أيضا مبادرات أخرى في الصحراء المغربية، وهي مبادرات للطاقة الشمسية والريحية، وهكذا كي نخلق يعني طاقة نظيفة ونصل إلى الحياد الكربوني بإذن الله إن شاء الله في خلال السنوات القادمة. والاجتماع اليوم هو الفلق ليس فقط للتكلم عن الطاقة المتجددة أو الطاقة التحويلية، بل هو خلق الاقتصاد أخضر، والذي أساسا يعتمد على خلق حضارة إيكولوجية. الحضارة الإيكولوجية هي حضارة استدامية ممتدة، لا تنتهي لا تنفذ. أتينا إلى الصين في هذه الاجتماعات لمناقشة مع الشباب الصيني، مع فكرة الحكومة الصينية كيف انطلقت وكيف عملت كل هذه الإمكانيات للحفاظ على البيئة والحفاظ على المياه والحفاظ على الأرض. جاء هذا المؤتمر لأولا لإبراز دور الشباب في العمل لمعالجة تغير المناخ، وأيضا للاستفادة من الخبرات الصينية في معالجة تغير المناخ. قد استفدت من هذا المنتدى بكثير بالنسبة إلي، قد عرفت الفكرة والبعض التوصيات من قبل الشباب العرب. هذه المجتمعات بين الشباب، وحقيقة الأمر يعني لولا لم تكن هناك مؤتمرات ولقاءات لن يكون هناك تحقيق هذه الرؤية. لا يختلف اثنان على أن الشباب هم القوة الدافعة والعامل الأساسي لتحقيق الرقي والازدهار في شتى المجالات، وطبعا الشباب العربي هو مهتم جدا في مجال البيئة ويعمل جاهدا على بناء مستقبل أفضل وأخضر.